أهلا وسهلا. خليني أتحدث بصراحة، يعني حقيقة هذه صحوة متأخرة للجانب الأمريكي الفيدرالي الأمريكي. هذه المعاملات والتعاملات كانت تجري منذ أكثر من 20 سنة، ومنذ 20 سنة ولاحظنا أنه في كل هذه الفترات كانت تهرب أموال طائلة سواء إلى إيران أو غير إيران، وبعلم ومعرفة الفيدرالي الأمريكي، والدلالة على ذلك مبيعات الغاز التي استثنت إيران من القائمة الممنوعات، وكثير من التعاملات اللي كانت تجري بوقف النهار، يعني وهذا معلوم للجميع. يعني هسه أنا ما أعرف، الصين ليست طرفا في الموضوع، ولكن أنا أتحدث عن إيران، فهو بالتأكيد هو ليست عمل اقتصادي بحت، هو عمل سياسي صرف إطلاقا الاقتصاد. يعني الدلالة على ذلك تلاحظون أنت الآن سعر الصرف بدأ يرتفع، لانه هناك هيمنه مطلقه للمصارف، وهذه المصارف ليست مصارف يعني تابعه لاشخاص، وانما تابعه لكتل واحزاب تقود البلد، ولا يمكن تتخلى هذه الكتل والاحزاب عن منافعها ومصالحها وارباحها الطائله اللي جنتها من هذه التعاملات الغير مشروعه. الاحصائيات الاخيره تدل على انه اكثر من 200 مليار دولار هربت عن طريق هذه المصارف وفي فرق العمله، فرق البيع، وهذا مبلغ ضخم جدا لو قيس في موازنه اي دوله من دول العالم، فهو يعني بالتاكيد عادل الموازنات دول عديده ويبني بلدان. فاقصد ان السوداني يعني الان ما يشاع، يعني ما يرشح من اخبار، لم نكن احنا مطلعين 100%. يعني تعرفين انت انه المطبخ العراقي مطبخ دائما يعني يختزل بمجموعه من الكتل والقاده وما يظهر للعلن حتى يقدر الواحد ينطي براي ناضج ونهائي، ولكن ما يرشح انه السوداني يتحرك، ولكن هذا التحرك يعني هل هو حقيقي؟ هل هو مجاملة؟ هل هو هذا التحرك يعني يراد به كسب وقت؟ لأنه المصارف ما زالت تعمل، المصارف اللي هي مشكلة هذه المصارف، احنا نعرف أنه أكثر من 8 مصرف انشئت واستحدثت بخلال 20 سنة، لم تكن مصارف الغاية من عندها يعني رفع اقتصاد العراق، وإنما كانت للتعامل كلها عبارة عن دكاكين لهذه العملة، لبيع العملة، للمستندات، للتجارة الخارجية المزيفة والكاذبة، هي منافذة لتهريب العملة. يا ترى لو كان أكو إجراء حقيقي الآن، هو هذه المصارف الآن إيقاف التعامل مع هذه المصارف، تحويل التعامل إلى البنك المركزي العراقي، إلى الأسواق العراقية، فتحنا مثل ما ذكر الزميل الأخ العزيز أنه نافذة إلكترونية، يعني عندنا وسائل كثيرة أنه تكون هذه التجارة مباشرة. خلينا نعرف هل الأموال اللي تحول من العراق للعملة الصعبة هل يكون مقابلها فعلا تدخل مواد العراق؟ هل تأتي مواد العراق يستفيد منها العراق في الجانب الاقتصادي الزراعي تجارة أخرى، يعني هل تصل تجارة، أم هي عبارة عن سوق لغسيل الأموال؟ بالتأكيد كنا أكبر سوق لغسيل الأموال، خلينا نعترف حقيقة العراق كان في هذه الفترة أكبر سوق لغسيل الأموال، والكل يعلم أمريكا أول العالمين وأول عارفين بهذا الجانب، وبعلم الأمريكان كانت تجرى كل التعاملات التجارية غير المشروعة، ويوميا كان يصل المبيعات، ما زالت النافذة تبيع 108 إلى 200 مليون دولار يوميا، والكل يدرك أنه هذا 200 مليون ما يدخل يرجع للعراق من إلا 20%، والبقية 8% تذهب إلى تحويلات كاذبة وسندات ومبيعات.